مرحبا، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. معكم مهتر في الكمبيوتر للمعلوميات. اليوم اقدم لكم طريقة اثبات ملكية قناتك وليس تثبيت قناتك باعلام الصح. ان الاغلبية يعرفون هذه الطريقة، ولكن ان البعض يعتقدون الى ان تتجاوز 100,000 مشترك لاثبات ملكية قناتك، وهذا خطأ. اني اتكلم على طريقة اثبات ملكية قناتك برقم الهاتف الجوال فقط، ولكن تثبيت قناتك بعلامة الصح يجب أن تكون بارتنر أو تتجاوز 100,000 مشترك. الآن سوف نشرح طريقة إثبات ملكية قناتك. نذهب على استديو المبدع ثم القناة ثم إثبات الملكية، ثم نقوم باختيار عبر الرسالة النصية وعبر الرسالة الصوتية تلقائية، ونقوم ب كتابة رقمنا في هذا الحقل، ثم نقوم بالنقر على إرسال. ثم تصلنا رسالة مكونة من 6 أرقام. لا أفتح التليفون، وإن الرسالة وصلتني ولنكتب الرقم، ثم نقر على إرسال. تهانينا، تم إثبات ملكية حسابك في اليوتيوب. وهذه الطريقة تم إثبات حساب في اليوتيوب، أو تم إثبات ملكيتني في اليوتيوب. عند إثبات الملكية تتوفر لك ميزة مقاطع الفيديو التي تتجاوز 15 دقيقة. وبخاطركم شباب، إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو ونرضاكم. أنا معكم محترف الكمبيوتر للمعلوميات، طبقت هذه الطريقة على قناتي الثانية، وأتمنى الإشراك بها للتعلم على اللغة الإنجليزية.